انه التصدي ياتي مره اخرى. جول يتالق في المره الاولى هاندانوفيتش، لكن يفشل في المره الثانيه وفي مرتين امام الدنماركي إيريكسون يسجل، يضع الكره في المرمى تحت الشمال. كرة بمحاولة لمصلحة الانتر تأتي إيكاردي. الله الله الله، على ذكر أسماء الأرجنتين الرائعة ومنتخب بلاده، إيكاردي يستفز ليسجل التعديل بطريقته الخاصة وبطريقة رائعة جدا. يا أخر كرة في منطقة الجزاء، رأسية تأتي، جول جول جول. طبعا عنده 103 اجمالي في الاهداف الاوروبيه، ادي ميسي ال101. عد معايا ميسي، عد معايا ميسي، هنا المتعه حاضره، لان دائما وابدا ياتي بالجديد، ميسي لا ينتهي ابدا، ميسي دائما وابدا مبدع في هذه اللقطه. هو ادي جماهير بيير فان هوفن، كان الحديث هل انجلينو يقدر يوقف ميسي، ولكن امامنا ميسي هنا يحتفل وهو يحمل الشاره. طبعا بعد ما كان تشافي وبعد ما كان انيستا يحمل هذه الشاره، ميسي امامنا هنا هو من يقود البارسا هنا لاول اهداف المباراه. حاجات بقى ايه الحاجات، يستضيف فريق النادي الانتر انطلاقه حلوه قوي من اللاعب دبلي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، عثمان دبلي امامنا هنا سجل العام الماضي في مرمى تشيلسي في اطار مباريات دوري الابطال بالوان البارسا، وسجل ايضا في مرمى سيلتا فيجو وفي مرمى بيرن هدفين هذا الموسم، سجل 3 اهداف في 3 مباريات متتاليه، ويسجل هنا بقى باقتدار بمهاره يعني بلمسه حلوه. طبعا اللي يلعب جنب ميسي بيتعلم، اللي بيلعب جنب ميسي بيلعبها بالطريقه يعني اللي مسجله. بص بص استلم الراجل ازاي، مهاري جدا، وعلى طول بقى الحاجات اللي بتتركب ما فيهاش قوه لكن فيها مهاره. ادي انتقال طبعا تشافي وانيستا، الاسماء اللي حملت النادي، ودي لمسه ابداعيه جديده. المبدع دائما سوبر ميسي، سوبر ميسي، سوبر ميسي، لكن راكيتيتش عاملها له ايه؟ عاملها له روعه الروعه، روعه الروعه. هنا قيمه وقوه بقى ومهاره لاعبي البارسا، هدف في الدقيقة 77 للنجم أمامنا ميسي من صناعة راكيتيتش عشان يرفع رصيده من الأهداف في إطار دوري الأبطال إلى 102 هدف في 126 مباراة، ويأتي بقى هدف الأوروبي رقم 105. لكن شوف الهجمة وشوف اللمسة، وميسي دخل في عمق خلال مواجهاته ال 16 الصالحة، لمسة من ميسي، الهاتريك 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 أمامنا هنا أهو، الهاتريك يأتي هنا في هذه اللحظة. أدي أمامنا عنده 42 هاتريك، منهم 31 هاتريك في الدوري، 4 منهم الموسم الماضي، صاحب 7 مرات هاتريك في دوري الأبطال. النهاردة الهاتريك الثامن لهذا النجم الكبير ميسي، ميسي هو نجم هذه الليلة، سوبر ميسي، سوبر ميسي. لكن تشوف سوبر ميسي مرر لبريل بول انفراد، جول جول لشالكي، بريل بولو ينفرد بمرمى ايكر كاسياس ويسجل اول اهداف شالك، ويسعد الانصار والعشاق والمحبين لفريق شالك هنا في ملعب جيلسن كيرشن في ملعب ارينا في شالك. يسجل امامنا بريل بولو اول اهداف المباراه. هذه الخطا من جانب هيكتور هيريرا، وقطعت الكره من نبيل بن طالب، هو اللي بدا قصه هذا الهدف النجم، هدف التعديل في جيلسن كيرشن. جول جول لبورتو، اوتافيو
البرازيلي يسجل الآن هدف. وما زال جول، أول هدف المباراة عن طريق سامويل جرانسير، أول مباراة له في دوري الأبطال يفعلها صغير موناكو جرانسير، ويسجل الهدف الأول لصالح موناكو عند الدقيقة 18 من عمر المباراة. أول مباراة في دوري الأبطال وتسجل أول أهدافك وعلى أتلتيكو مدريد وفي ملعب لويس الثاني، كلها ذكريات جميلة. لا جريزمان كوستا يعدل النتيجة لأتلتيكو مدريد، فعلها كوستا وسجل هدف الأول هذا الموسم بين الدوري ودوري الأبطال، سجل هدف 11 في 25 مباراة في دوري الأبطال. 3 تمريرات كانت كافية، الثانية من غريزمان والثالثة من ديغو كوستا في اتجاه المرمى، وجول لصالح كوكي. هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول، هاي كرة جول. يسجل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد، كنت أقول بأنها كرة جول، كرة جول، كرة جول، فجاء الجول، ركنية من كوكي وراسية من خيمينيز. أتلتيكو مدريد متفوق بالثنائية في الوقت بدل الضائع من عمر خطيرة، وهنا كرة قريبة، جول، هذه جول، جول. وصلت إليه بالصدفة ولكنها استقرت في الشباك، وبالتالي هنا الأسود تزر، وهنا دورتموند يتقدم بهذا الهدف. هدف أول لبروسيا دورتموند في هذه اللحظات، وبوليزيتش من وصلت إليه الكرة بالصدفة. لدانيال ستاريج وروبرتو مرة أخرى، جول، جول. ليفربول المهول، الليفر مشاهدينا الكرام في حالة جنون بثلاثي الذهب صلاح ماني وستاريج، كل الدفاعات تنحني أمام الفرسان الثلاثة، مصري مع إنجليزي مع سنغالي، يويلو كل منافس لليفر ويطول ليلو من بطش أحمر اللون. هذه الكرة في الانطلاق، كرة يتقدم ويمشي، ميلنر، جول، الهدف الثاني، وباريس سان جيرمان يعاني، ليفربول بكل الأمان، زمان يبدو زمان ليفربول، إنجليزيا وأوروبيا، مع ليك كان اعتماد منصات الصواريخ، صلاح، فيرمينو، ماني، ستاريج وتشيمس ميلنر، أسبقية نارية لليفربول في هذه الأوقات مشاهدينا الكرام أمام باريس سان جيرمان بهدفين. يعني دي ماريا، دي ماريا يوزع وتسوي جول، بلجيكي يا سلام، توماس مونيي في الأراضي الإنجليزية، يأتي الهدف الأول للفرقة الباريسية. هذه هي نجوم بي اس جي المتوهجة في مدينة ليفربول، وتوماس توخيل يرجع لفنياته وللأماني الترسانة الفرنسية. هذه كرة أخرى لنيمار، نيمار، وهذه كرة جول، كرة جول، جول، كيليان، كيليان الفنان، كيليان مبابي، كيليان الغزال في فرنسا، أكبر فنان، سيدمر كل الأرقام الفرنسية في قادم المواعيد الكروية، بالسرعة القياسية، بالفنيات العالمية، كيليان مبابي قوة ضاربة للكرة الفرنسية، إيقافه شبه مستحيل، أي منافس قريب منه يا ويلو كل الويل. مبابي هو الراية هجومية، فيرمينو،
باريس سان جيرمان بتصويب برازيلي.